ترد وحوم الغوطتين شذا أم ذاك عطرك فوق الجيد ينسكب وذلك اللحن هل أصداء ضحكتها أم القدود إذا ما أنشدت حلاه أنا رح أسألك سؤال، كيف ولي أمرك ولفته غير لفتك وأرضه يلي عم يحكمك منه غير أرضك وعاداته غير عاداتك ومو بس هيك معاملته مع ناسه غير معك؟ جاوبني. أنت اسمع الناس اللي بتسافر برات البلد شو بتقول وشوف حالتنا هون. الناس برا كلها بتتعلم، بيروحوا على المدارس من زمان من سنين وأيام، عندهم شغلات نحن ما منعرفها ويمكن إذا شفناها نموت رعبة منا ونفكر في جواتها جان والعياذ بالله. أما العصم اللي الله لي وفقه شو عمل فينا؟ جوع وفقر وتعتير وجهل وقتل، وزهرة شبابنا عم بتروح بحرب مانا حربنا. لو كنا ولاده عن حقه، لو كنا منقربه ما كان عمل فينا هيك. ايه بس هذا حكي كبير كبير كتير. ايه سعيد، مثل ما عم قلت روح شوف الشباب يلي من عمرك، شوف كيف راحوا وتعلموا وفهموا. هدول الشباب هلأ عم يشتغلوا لحتى يخلصونا من العصمة اللي الله لا يوفقه، لحتى يجيبونا ناس من أهل بلدنا من أولادنا هن يحكمونا. مرت عمي أنت منين جاي بهالكلام الكبير؟ بعدين مين اللي بده يقدر على العصمة اللي؟ في ناس كتير بتقدر عنا، في عنا رجال بوشها شوارب بتقدر، هدول أهل الشام عن حقه وحقيقة. في أسماء كتير، شو بدي هدلك لعدلك؟ بعرف وسمعان بكتير منهم، بس ما بكفي تسمع، روح واسأل عنهم ودور عليهم وتعلم منهم وبعدين شوف شو بدك تعمل. يا من أعبت به شمول من أنصفها في الشمال، ما أنطف هذه الشمائل. ويا لنا
ويا لا لا ويا لا لا لي يا لا لا يا لا لا يا لا لا ويا لا لا لي. طمني حجي، عجبك البيت؟ ماشي حاله، بيقضي غرض. وين سامو؟ خير، لازمك شي؟ بدي اياه هلا، شو بدي فيك انا؟ ابي راسي. سامية، سامو. نعم. لك الله ينعم عليك. اهلين حزوزي. اهلين بسامو. تركي، تركنا لحالنا. بخاف تحتاج شي حجي؟ لا ما لا احتاجك لك. درميل. عجبك البيت؟ ماشي الحال. لا لك شو ماشي الحال؟ والله لا خليكي تفوتي على دباديبو. تعي معي لنشق على المخده. لك تعي. يا من لا كتير وأنا مو قادرة أعمل له شيء. أبوكي شايف حاله فيكي كل شيء عم تعملي، وهيك تفكري إنه ما رح ننصحك تكملي اللي عملتي، لأنه أبوكي كان رح يعمله قبلك وأنا كمان. الله يخلي لي إياكم. فراق الشام صعب شو ما كان، وأنا بعرف إنه أبي بحس حاله يتيم لما بيطلع من البلد. بس حياتك يا أمي رح نرجع، وأبي رح يرجع يرفع راسه بين أهله مثل أول وأحسن. بكرة إلكم، إحنا ما لنا وجود فيه، بس اللي عم يصير بشهرة خير لبكرة، هيك قال أبوك. أختك رضيان علي. أنت الله من فوق رضيان عليك، كيف ما بده يرضى أبوك. لك شو هاد لك سامو؟ عليم عليم هنبتدي. شو بدنا نعمل؟ العنزة السارحة غير البارحة. تعرفي حاسس هيك انك معلق برقبتي واني مسؤول عنك. علي ما علي عم بهكل همك صرت. حجي تجوزني واستور علي. الله يستور عليك. شو تجوزك؟ شوي تجوزك ما تجوزك؟ ها؟ لك أنا رح أمل لك، رح أمل لك للصاجة. هذا البيت نشتري، بس ما بغضير لا شوف الدلال ولا خلي الدلال يشوفني. بتعرفي وضعي. حق معك، بس ما هيك أعطيكي مصاري تشتري البيت وتكتبي باسمك. مالي هكذا هم، حاسس هدول مصاري من عبد الجيبي. شايف شلون مأمن لك للصاجة أنا؟ إن شاء الله بتقبر قلبي. بس ما قلت لي ما حط شي لتركي. شو بدنا بتركي؟ خلي تركي لتركيا، المهم نحنا نكون تشوكوزال. يلا بدي امشي. بدك شي؟ سلامة قلبك حجي. كأني تأخرت أنا. ايه انا لسه معي 5 دقايق بكفو. لك بكفو. قولي على بعضي تعي يلي رماك الهوى يا ناعي. قولي على التماري.
زبيدة زبيدة العشاء جاهز تحت قولي لحالك شوفي مين مين سارة هون ايه يا سيدي تعبانة شي شوي ان شاء الله بس تفي بتصير احسن قليلا اذا صحيانة بدي اشوفها مفلانة يا سيدي صباح الخير يا بيك شوفي الست زبيدة طالبة تشوفك افطرتوا؟ ايه يا بيك من زمان الدنيا صار الظهر طيب روحي انتي شو قلا؟ خلاص هاتي لي لشي روحي حاضر صباحكم كلياتكم شو بدك اذا الوالده خانم طالبتني هي لساعتي نايم مو الوالده خانم يا بيك ساره وينها خليها تجي قالت ناطرتك بمخدعها طيب روحي انت هلا جاي انا بيك يا خانم هو هيك دائما مستعجل بحياته ما طلع بالرب الرب مخدعه بس بتعرفه عريس لا تقرب علي يا بيك لا تقرب الله يخليك سارة شو بك امبارح وانت مكركبة ما حبيت ضايقك وساشك شو اللي صاير؟ اسأل حالك هاتي لشوف احكي انا مين بقيلي بهالدنيا غير هالولد يلي ببطني مو من حقي خاف عليه ولا هي كمان بدك تحاسبني عليها حرام عليك هلا هذا اللي طلع معك ما بقي لك بالدنيا غير الولد اللي ببطنك وانا وين رحت انت شو انا ابوه انا بدي ابو ابني يكون رجال رجال فهمت ولا بناسبك يطلع ابنك لعبه بايدين العالم لانه ابوه مو رجال الي ف
تعبت معك ومنك، كون رجال لابنك. مو من حق الولد يكون عنده أب يعتمد عليه. اسمعي شو بدي قلك، طول ما أنا عايش ما حدا بيقرب علي، لا تاكي هم. وإذا قلعوني؟ مين بده يقلعك؟ الباشا والوالدة خانوا. لا تاكي هم، شيلي هذا الموضوع من راسك نهائيا، ما رح يصير شيء، طمني. ما رح اطمن وماني مطمنة لحتى تخلص من هالسرنوي اللي جابينا من الشام. هو هو علينا، انسي قصة زبيدة بقى، شيليها من مخك. خلص حلتها قريبة. وشو حلتها؟ بعدين. أصلاً فيك تطلقها؟ ها شفت؟ ما بتقدر، بتخاف. مرة تانية إذا صوتك بيعلى راسك بكسره عم تفهمي، وبابك ما بدي شوفه مسكر. ما جاوبتني. فهمتي شو قلت لك؟ زويدة صباح، طلعي لبرا. شو بدك؟ هيك المرة بتحكي مع جوزة؟ جوزة؟ منين لوين؟ شو هي من وين لوين؟ والله اللي عنده مسلة بتنغزو. ليكي لقلك شغلة زويدة، هدول حركات بنات الشام لا تعمليهم علي. يوه والله الحق معك، من كتر المسلات مو عرفان أنا وحدة منهم لازم تنغزك. من آخره معي ما حيطلع لك. بعرف إنه ما رح يطلع لي، حظي الزفت بان ليكو. شو مشكلتك؟ إني تجوزتك. بسيطة، إذا على هيك هلا برمي عليك يمين الطلاق ويا دار ما دخلت شر. يا لطيف يا لطيف على هالسارة، شو شاطرة وشو قادرة. أنا بستغرب إنه بيك طول وعرضه شخصية مثلك يصير خرقة وممسحة لهالدرجة. زويدة ديري بالك، عم تغلطي فيني. ها أنا عم أغلط فيك؟ أنت منتبه شو سويت فيني؟ لك شو أحكي أنا؟ شو أقول ولمين أحكي؟ ومنين على قامته لحظي؟ روح روح روح، أنا وحدة مثلي ما بتناسبك، وحتى سارة كتير عليك، كتير على واحد دسوش مثلك. ولك اخرجي ولي؟ دروب دروب عفارم عليك، هيك بصير رجال. روح لخلى عند أهلك كلهم بدي طلق، وإذا ما بدهم يطلقوا خليهم يشتروا لها للجارية يلي مشتك على كيفها شي لقب مثل البكوية اللي اشتروا لك يا، خلوها تصير خانة ويجيبوا لها جواري. ولا قلك لا تجيب لها جواري مشان ما تخونها هي التانية. انت شو بدك هلا؟ طلعني. ما راح طلعك. مانك رجال. بدي خليكي محبوسة هون بين الحيطان، وقسما عظما إذا بتضلي هيك لجيبك جارية تحت رجلي يا لسارة. جرب وإذا طلع بإيدك لا تقصر. زويدة لكي خلينا نتفهم. على شو؟ على كل شيء. سارة حامل. هاد يلي كسرك هالكسرة؟ خلص ما عاد في شي نتفاهم عليه. وين زتيتهم على الارض؟ حطهم على الطاوله. والله والله مو بقصدي يا حجي. شو مو بقصدك؟ كنت روحت لنا التواب. حصل خير. بدك شي غيره؟ تعال.
سيك بس هدول وزيادة عليك ما بيكفي وسخت التواب شو قلال يعني؟ اي والله نحن حالي بحملانه روح عنا روح عنا الله يسامحك الله يسامح الجميع شو سعيد؟ وين مسافر؟ ها يا بي ماني مسافر وين بدي سافر؟ شايفك بأرضك بس عقلاتك مو معك بنوب وين مسافر ها؟ شو هالحكي شلون يعني يا بي؟ راح تلعب مرت عمار؟ ايه يا بي رحت وشو صار معك؟ قعدت وحكيت معها قعدت معها؟ ايه يا بي خلصت العدة صلاة محمد امتى خلصت العدة؟ ليش يا بي شو في؟ لا ما في شي بس يعني في هيك كم قصة بدي خلصهم انا وياها ايه وقالت لي انه هلا بعدين بتقلي شو قالت لك عندي مشوار ضروري جاهزة وسخنا الكعب كعب شو بدي ابوك شو اعطاني كل هالعتالة شوف حسبي الله ونعم الوكيل تا مسيك هيك ها الله يخلينا اياك ويرزقك والله امي واخواتي رح يدعو لك خير الله ولك شبك صرت تشحد على امك واخواتك هلا كنت عم تشتغل وتسترزق اسمع اوعك تشحد بحياتك سمعت ايه بأمرك معلم سعيد مثل ما بدك يلا سلام بخاطرة المال الله يا بي الله يرزقك عمي روح لاقي لك شغلة اشتغلها لاقي لك عتلة اعتلها واسترزي والله مرضان مالي قدران اشتغل استحي عطولك شحه ولد صغير كان عم يشتغل خير الله خير الله حسبي الله ونعم الوكيل حجي من وين جايبي هالبضاعة؟ عجبتك؟ بعمري ما شفت مثله يعني رح تبعنا ياهن عندك؟ بس مو لأعرف لمين هالبضاعة وقديش في منها وقديش بدهن حقها البضاعة قد ما بدك فيه طالما في عليها طلب وقديش بدهن حقها شوفت عينك البضاعة كتير تقيلة وصحابينا مدينين مصاري وبايعين يلي فوقهم ولي تحتهم مشان يشتغلوها بقى يا حجي انت قديش بتجيب حقها هنن بيستاهلوا أكتر ايه شو ايه هلا حجي ما بدك تقولي لي لمين هالبضاعة بقول لك بس بالشرط انك ما تقول لحدا وخصوصي الحجي ابو سعيد ايوه شو دخله ابو سعيد قلت لك كون هالبضاعة هي للمستورة بالسيمة وانت قلت يا حجي فتحية شو في مين؟ هذا يا عمو مرحبا عمو أهلين شو بس أهلي؟ ما في شلونك يا عمو اشتقنا لك يا عمو بلا كيفك عمو؟ الحمد لله أمك وأختك شلونه؟ الحمد لله هيك؟ هيك لك فتحية ما بتقولي إلنا عم اسمه صبحي بحبنا لا بتسألوا عني ولا بتقولوا شو أخباري الله يسامحك وين أمك؟ هذا عمي صبحي أمي كنت عارفة إنه رح يجي شو بده؟ هلأ بشوف أهلين سلفي أهلين بسيمة شلونك؟ نحمد ونشكره إن شاء الله مرتاحة
من الله بخير. شو رح تتركيني على الباب؟ ما في تفضل اشرب لك فنجان قهوه؟ بدك لا تاخذني. اول شيء ما بجوز لك تفوت لعندي، ثاني شيء عندي ضيوف. شوفي بسيمة، انا كل الدواوين والفصول اللي عملتيها وانت بالعده مستعد انساها ونبدا صفحه جديده. يعني حترجع لنا حقنا؟ والله حسب. حسب شو؟ راح اقول لك اياها بالاخير، ولو انه حكي ما بينحكى على البواب، بس معليش انا طالب ايديك على سنه الله ورسوله. لا تجاوبيني هلا، خدي وقتك وفكري، بس فكري بمصلحتي ومصلحة بناتك. وإذا قلت لك لا؟ شو على كيفك تقولي لي لا؟ يو لكن على كيف مي؟ اسمعي بسيمة، بنات أخي من حقي، وأنا مستعد أخذهم غصبا عنك. إيه لا لا، أنت ولا كل من شد على إيدك بياخد بناتي مني، عم تفهم؟ شوفي لا تحطي راسك براسي، أنا لهلأ مطول بالي عليك ومهدي، إذا ضجت ترى بتشوفي شي ما بيعجبك. انت شوف هالباب لبقى تدقه بحياتك، والبنات لا تحلم فيهم، والمصاري رح اعتبرهم صدق عن المرحوم وعن البنات وعني. نحن قلنا الله. بس بكره اذا متي من الجوع واحتجتي لا تدقي بابي، ما رح تشوفي مثليك. ربك ما بيقطع حدا، ورح زيدك كمان ورح قلك انه الله حيعوضني فوق ما تتصور. حلو الحكي، والحكي ببلاش. ومنين يا نور عيني؟ ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله شو الله ينفعنا ببركاتك يا ست بسيمه. حضري اغراض البنات باليومين راح اخذهم، وانت حضري حالك كمان، عزمك على عرسي. لا تخافوا أمي، لا تخافوا، بطلع بروح وما بخليه ياخدكم مني. وجوزي الله يرحمه ارتحم من زمان. ليش ما رجعتي على الشام عمتي؟ من شان ولادي تقبريني. ليش كم ولد عندك؟ شابين وبنت الله يخلي لك ولادك. طيب وينهم؟ ليش ما حدا عم يجي معك؟ آخ كل واحد منهم بمكان، البنت أخذ جوزة وراحوا على البرازيل، والشباب سحبوا حالهم واحد قفى الثاني على بلاد موسكو، قال الشغل هنيك منيح وبجيب مصاري. عمتي لكان كيف عايشة انتي؟ الله يرضى عليهم ما عم يتركوني، ولما بنقطع في إلي ورثة من أهلي مع أخي صبحي. ست سوريا البيت بيتك، بس أنا مضطرة أروح شوف الحكيم شوي. شان مين الحكيم مرت عمي؟ في وحدة من الخدم مريضة، عن إذنكم. خدي راحتك تقولي. يا حبيبتي خبريني كيف أحوالك هون. رح موت يا عمتي، رح موت. بعيد الشر عنك تقبريني. سارة طلعت حامل. وي على قامته وقامتها إن شاء الله. كرمال الله، كرمال الله تساعديني. شو بقدر أعملك؟ والله نزار باشا بيعفيني. هربيني لعند أهلي. يو أنتي عرفاني مع مين عم بتعلقيني؟ ليش لتعلقي؟ لأنه ما حيضل غيري بوش نزار باشا. مو إذا هربتي معي. شو؟ مو لك ورتي عند أهلي؟ فلنباشر الإصلاح من الطفل،
ولنقبل على تعلم أصول التربية البدنية والروحية والعقلية. وإن المرأة للعالم بمكان النفس من الجسم ومهبط الوحي، فهل الأمومة بعد هذا عبء فادح أم إنعام خاص؟ لسا ما كبرتوا؟ عاملين لك مفاجأة. شو هالمفاجأة بقى؟ غمض عيونك. خلص بقى بلا صغر عقل. غمض عيونك. طيب أمري لله. فتحي عيونك. والله ما عم بعرف شو بدي اقول. هلا كل يوم تكتبي مقالات لاربع خمس مجلات وجرايد وكلمة شكرا ما عم تعرفي تقولي. وحياة العذراء وحياة الرب ما بعرف شو بدي اقول. لك هلا خلصينا قدي معلي حبيبتي، قومي لحقي جهزي حالك قبل ما يجوا بيترو اهله. طيب يلا يا قلبي. انتي امتى حتبعتينا على المدرسه؟ باذن الله قربت حبيبتي. بس انا ما عاد بدي. ليش ما عاد بدك؟ خايفه. مش شو خايفه حبيبتي، بالمدرسه بكره بتتعلمي وبصير عندك رفقات حلوين مثلك. بس انا مو خايفه من المدرسه. لكن شو حبيبتي؟ خايفه يجي عمي صبحي وياخذنا. شو اللي خلاكي تقولي هيك؟ مو قال عمي صبحي بده ياخذنا غصب عني؟ لا لا، ما حدا بياخذكم مني. شو عم تقولوا لا؟ عم بقول تجوزنا انا وسامية. الله يعطيك عافية، شلون تتجوزها هيلي؟ لك تجوزت على سنة الله ورسوله يا حجي. لك وإذا؟ الله لا يبارك لك. لك شلون بتعمل هيك من ورا ظهري؟ لك يا حجي أهل الحارة عينهم هيك، إذا شافونا فايتين طالعين وما في شي رسمي بيناتنا رح ينشروا عرضنا. أنا تجوزتها هيك على بندا، يعني تجوزتها كرمالك، تجوزتها إلك، أما هي تحرم علي ليوم الدين. هيك ها؟ لك قلي من الأول إنك تجوزت لي إياها. لك الله حيو، الله حيو تركي، طول عمرك نشمي وأصيل وسقرت. الله يخلينا الحجي. يلا وينا وينا؟ هلا بتجي لعندك، انت روح على المخدع وبتجي لعندك بتقول لك شبيك لبيك سامية بين ايديك. لك الله حيو ادعي لي. ويا حجي ما نقطتنا. ايه ايه والله واجي مزبوط، لا تواخذني. تعرف يعني جوازة العمر هاي. ايه شرف سيدي. لك ها وعقبال بكاري ان شاء الله. ان شاء الله بهمتك. الله يخلي لي اياه. يلا الحقني بالمحلي. والله صبرت ونلت لك صبحي. سامو سامو الرجال جوا مستوي على الآخر. بس هيك ها وهيك تغلطي بحرف هيك ولا هيك بتروحين على الآخر مثل ما فهمتك، بتكشك شي وبتدللي على 24. لك من عيوني التنتين ولو مش في بالعادة تربيتك أنا. لك وأنا عم التربية. تعي تعي يا خليك نمر. هاي الضيافة حجي، فوتي برجلك اليمينة. لك دخيل المحلي أنا. تعي تعي لعندي تعي. يسلم لي المحلي. شو هالبربريسي هاد؟ هدي هون هدي.
حجي انا رح روح اجيب لك شويه عوامه وزنقول. روح الله معك. وبجوز طولها لانه حابب اجيب لك اياها ممتازه. لك طول عمرك اصيل وزقرت لك يا تركي. خذ وقتك. الله معه. قوم لك حنون. لك قوم دادي دادي. يا ريت اسمي عبد الهادي وكذاب اللي بيقول لك عادي. سامو ادقري هالباب لنطش العوامة. يلا يا بني لم ترباس بوشك على الملاي ومين على بطن. ما بدك تاكلي؟ ما بدي اكل. يعني رجعوا الاكل؟ مين بعد هذا الاكل لهون؟ اصلا بيك خديه مثل ما هو لزبيدة خانو. لزبيدة؟ زبيدة خانو وليه؟ خانو. وإذا أصلاً أمر جماعة الطبخ يعملوا هذا الأكل لإله فهو بيكون كرماله، مو كرمال الجارية يلي بعبوها إمتى ما بدهم وبيفضوها إمتى ما بدهم. عزيزة ماري، أكتب لك من خلف قضبان سجني الجديد. أرجو ألا تحاول القدوم، وسأدفع للخفير كل ما لدي من مال فقط لأوصل لك رسالتي التي ربما ستكون الأخيرة. ماري، لا أقول لك هذا الكلام حتى تحزني، ولكن كي تتحضري للأسوأ. كل ما أتمناه الآن أن أراك من جديد. بيترو. اسمعيني منيح قولي سارة، ما حأتركها عم تفهمي، ما حأتركها. والمؤامرة اللي عملتيها مع أمي ما حتفيدكم بشي. مؤامرة شو؟ مؤامرة شو؟ مفكرة إذا روحتوا للولد ما بقى شيء مني أولاد بتكونوا غلطانين. لك تكفي إيدي عم توجعني. أصلاً نزل إيدك عنها. حتى أنت مشاركني يا باشا؟ أنا مو مشارك، أنا صاحب القرار. زبيدة مرتك وهي اللي رح تجيب لنا الحفيد، فمن؟ ذوق هالعصيرات يا بي، عصرت لك ياهن هلا. لك الله يرضى عليك يا بنتي ويفرحني فيكي. الله يخلي لي اياك يا حق، والله قعدتي معك بتسوى الدنيا. لك بنتي بدي اسالك. مور يا بي. هلا هالاحجار اللي عم تشوف فيهم مسوره بسيمه المفارش، منين عم تجيبهن؟ بظن انه نازك العابد عم تجيب لي اياهن. طيب لنفترض هي عم تجيب لي اياهن، بس من وين؟ ومين عم يدفع حقهم؟ والله ما بعرف، بس ليش عم تسأل يا بي؟ في شي؟ يا بي، هي حجارة تقيلة وحقها هديك الحسبة؟ معناها ما رح ينباعوا بسرعة إذا حقهم كل هالقد غالي. هلا هني من ناحية غاليين غاليين، بس لك بنتي بجوز يلتقى ناس يرغبوهن. بس بتعرفي، شايف لك هالبضاعة رح تطير وما تهدي. بهالأيام الصعبة في مين يشتري؟ ايه يا بي، حتى بهالايام الصعبه. بقى الله يرضى عليكي قولي لصاحبتك تشد الهمه شوي، يمكن بعد شوي يلزمنا دفعه ثانيه. تكرم عينك يا بي، الهي الله يرزقك ويعطيك لحتى يرضيك. يا بي، ما في شي خبر عن اخواتي؟ يبعث لي حمى عليك، جهزتك؟
أنا آسفة ما كان قصدي. لا يا بي، لا تدعي على حالك. فكرك أخواتك بيطلعوا من بالي، يشهد علي يا ربي. مش هنن اتنين ملازمني طول الليل والنهار؟ لا والله يا بنتي، ما اجاني منهم خبر. إلهي وانت جاهي ومولاي، رجع لنا ياهم سالمين غانمين. امين يا بنتي امين. نذرا علي اذا بيوصلني منهم خبر لاتبع 10 خواريف وزعون على الفقراء والمحتاجين. يا بنتي يا رب. صحي يا بي، ما حكيت لك لما صبحي راح لعند بسيمه؟